إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجلس بالافتقار ونية إقامة الأعمال. كذلك لما ترجعون إلى بيوتكم تكلموا مع أبنائكم، والله حضرنا مجلس طيب كان فيه ذكر الله ونذكر الآيات الكريمة. هكذا يصير بيوتنا فيها أنوار، فيها إيش؟ أنوار، أنوار المصطفى. لا تنتهي حياة النبي بالمولد، لا، كل حياتك وراء النبي، في مأكلك، في ملبسك، في مطعمك، في قلوبك ورواحك، لأن ما تقبل إلا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمعت في النبي صلى الله عليه وسلم خصال الخير. فاحمدوا الله أخواني على هذا المجلس الكريم أن فرقنا، لأن شوفونا الآن الفتن في كل مكان، الفتن في كل مكان، والله في كل مكان، في الجبل، في الوادي، في الوديان، يعني في الطيران، في البحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب شو الحل؟ شو الحل؟ الحل بمثل هذه المجالس، هذه الوصفة الإيمانية، الله يدفع فيها البلاء ويزيد في العطاء سبحانه وتعالى. فنحمد الله كما جمعنا هذا الجمع الكريم المبارك على ذكره. صلوا على الحبيب والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله معنا وياكم في جنات النعيم. آمين.